أجهزة نصحبها دوما، نحتاج نصائح تحمينا حتى نسلك فيها دربا بالخير نحث خطاب. الإدمان الإلكتروني هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة دون ضرورة مهنية أو أكاديمية، والاعتماد عليها في تلبية الحاجات النفسية وعدم القدرة على الاستغناء عنها، وإلا الشعور بالضيق والتوتر. من أسباب الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تركز على الفرد بدل المجتمع بطريقة أنانية، انخفاض إدارة الوقت ونقص التفاعل الاجتماعي. بعض الأعراض النفسية المسببة للإدمان الإلكتروني: حب العزلة، انخفاض تقدير الذات، انخفاض مستوى الثقة بالنفس، الاغتراب النفسي والشعور بعدم التقبل من الآخرين. من سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي: الانعزال عن المجتمع الحقيقي، اختراق الخصوصية، التعرف على شخصيات غير حقيقية، التعرض للضرر مثل الاحتيال، التحرش، تشويه السمعة. وعن الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني من النواحي الطبية، أفاد دكتور العيون حسن الشواف بمركز محمد البحر للعيون أنه يسبب جفاف العين ويزيد نسبته بمرور الوقت، يسبب قصر نظر ويجهد عضلة العين، يعيق الحياة الطبيعية للطفل ويقلل نشاطه الحركي. وأوصى بتجنب استخدام الأجهزة لفترات طويلة لا تزيد عن 4 ساعات وترطيب العين. كما أشار دكتور طب العائلة وليد المويزري بمركز مناحي العصيمي التخصصي إلى أهم عرضين للإدمان الإلكتروني: الأعراض الجسدية مثل الصداع، آلام الرقبة والظهر، اضطراب النوم، سوء التغذية بفقدان أو زيادة الوزن. الأعراض النفسية مثل القلق والتوتر، خاصة عند لعب ألعاب التحدي، تأجيل وتسويف المهام. وأسدى بعض الحلول للحد من الإدمان الإلكتروني هي ممارسة الهوايات والأنشطة، تحديد وقت معين لاستخدام الأجهزة، تقديم المساعدة النفسية لمن يدمن على الإلكترونيات من قبل شخص متخصص. بدقائق ثمينة لنستمتع بالتواصل الاجتماعي، للعلم، لارتقاء الفكر، للترابط. نتجنب أبواب الفتن حتى نبتعد من الزمن.